كاملة على الدماغ، ممكن ازاي تصيب بالامراض. ده في كمان حالات حصلت ان اتضح ان هي بتغير، بتعمل تقطيب للدي ان ايه، بتبتدي تغير في الدي ان ايه الداخلي، يعني انت خواصك كمان بيغيروها، انت خواصك كبني ادم بتتغير. والناس على فكرة المنكرة دوت، معلش احنا ممكن نفتح في دوت، لان في ناس هتنكر ان لا لا ما ينفعش تدخل في الدي ان ايه، لا معلش احنا ممكن نفتح موضوع اللي هيعترض على دوت ومش عايز يطلع على الخلفية، ممكن نفتح نقاش كامل فيه. الشريحة دي قادرة على تغيير الدي ان ايه، لان هم بيغيروا الخواص الاساسية بتاعت البني ادم. على فكرة يا جماعة برضو عايزين يعني معلش ناسف، ان من ضمن الحاجات الاساسية في المخطط الشيطاني ان هو بيخرب كل فطرة ربنا، هو بيخرب كل فطرة ربنا. من احد الحاجات كنت عايزة اذكرها مثلا في اجهزة الماجنتك فيلد، في جهاز اسمه نيوروفون. نيوروفون ده جهاز بيستخدم الاشعة المغناطيسية في انه تارجتينج برضو اللي هو يسيطر على الاشخاص. بس بقى نزل في السوق الامريكي، وعلى فكرة ادخلوا على نيوروفون، نزل في السوق الامريكي جهاز صغير من نيوروفون بسعر من 450 ل 500 دولار. ليه بقى؟ بيستخدموا الماجنتيك فيلد في السكشوال اكتيفيتيز، انك انت بيبتدوا يلغوا عند الناس الـ 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 التناسل الطبيعي او المعاشره الزوجيه الطبيعيه، بيبتدوا يلغوها. فدلوقتي الجهاز نيوروفون ده موجود في الاسواق الامريكيه زي ما قلت بسعر، وممكن تدخل يعني بسهوله انك انتوا اي حد يطلع عليه، موجود بسعر 450 500 دولار. ده بيعمل زي معاشره كامله عن طريق الجهاز النيوروفون، عن طريق الماجنتيك فيلد. كنت انا عايز هم الشعب المصري كله هيروح يشتريه. لا وممكن بقى نقول في الكلام ده كتير، بس انا المقصود ان المنظومه الشيطانيه بتدمر فطره ربنا. طيب. بتدمر فطره ربنا. ناخد المكالمه دي. استاذ محمد. مساء الخير يا ابراهيم بيه. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك يا ابراهيم بيه؟ الحمد لله. الله يخليك. انا كنت عملت مداخلات قبل كده مع حضرتك. اهلا بيك يا فندم. دوس سينا والوضع اللي في سينا والكلام ده كله، بس انا المداخله دي للاستاذه الدكتوره مايا صبحي، وعايز اقول لها ما مدى المخطط اللي بتعمله الجماعه الماسونيه دي لتكوين ما يسمى بالانسان الكوني او الكوزموبوليتان. عايزه هي توضح لي النقطه دي لو سمحت. يعني سمعتي ولا عايزه استاذ؟ هقول لحضرتك حاجه. سمعت. اولا السؤال بتاع حضرتك عايز فتح نقاش كامل، ان انا اتعرض لموضوع الترانس هيومن بالكامل. موضوع ترانس هيومن ده مشروع بيتم بالكامل، فاكيد حضرتك طالما يعني سالت عن السؤال ده عارف يعني ايه ضربه، عارف يعني ايه وكاله ضربه. وكاله ضربه ارجو ان حضرتك تطلع على المشاريع الاساسيه بتاعتها، واهمها مشروع الترانس هيومن، تحويل البشر. وبرده من ضمن الجسيمات اللي احنا شرحناها، يعني من ضمن مخاطر يعني من ضمن مخاطر الجسيمات اللي احنا شرحناها اللي هي الجسيمات النانوية، ان هي ابتدت تعمل انسجة سينثيتك جوه الجسم. بس دي عشان اشرحها مش عايزة لخبط الناس واحنا بنتكلم في حاجة، فدي ممكن ان احنا نتكلم على ترانس هيومن ده في موضوع تاني، لان ده موضوع كارثي. نقول للناس بقى حاجة، الناس اللي هي مستعجبة بالكلام اللي احنا بنقوله ده الكلام الطبيعي. يعني لو فتحنا في موضوع ترانس هيومن هنفتح في حاجات لا يمكن الناس تتخيلها، بس الواحد مثبتها. وزي ما قلت ده جزء من التسريبات المعلنة، جزء من التسريبات وليست كل حقيقة. فزي ما قلت موضوع ترانس هيومن خلينا يعني نفرد له موضوع، بس اكيد طالما حضرتك سألت في كده ارجو انك تدخل على وكالة ضربة وتطلع على كل ما نشر. وللأسف هتلاقيه في، مش هتلاقيه في اي حاجة عربي خالص، هتلاقيه في حاجات اجنبية موضوع ترانس هيومن. اما اذا كنت بتسال على موضوع، يعني انا مش عارفه هل هو بيسال على الانسان الكوني اللي هو بطريقه الترانس هيومن ولا بطريقه التاهيل للامميه او المنظومه العالميه. لو انت بتتكلم على الفكره الثانيه، زي ما قلنا مثلا مشروع الشعاع الازرق باذن الله يبقى فيه مثلا حلقه يتفتح بالكامل، انت عايز حلقه كامله ان هو له مراحل كبيره قوي للنهايه. طيب نشوف التليفون ده من اسكندريه. اي يا فندم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك؟ الحمد لله. هو ثانية واحدة بس عشان اعرف حكاية الصوت النهاردة. هو الصوت ايه، في مشكلة يا جماعة؟ سمعني كده كويس؟ هو مش المشكلة مش من عندك، ده من عندنا احنا، الوكسة من عندنا من هنا. اتفضل يا فندم. وعلى فكرة يا دكتورة انا مقدر كمية المعلومات اللي هي عندها، فعشان كده ممكن مش قادر توصل لنا كل اللي عندها، وده انا مقدره عشان احس اللي هي فيه. بس كنت عايز بس اسأل عن حاجة.
الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، طب احنا كده كده مش هنقدر نواجههم بالقوه اللي احنا فيها حاليا دلوقتي، بس هل ممكن حتى يبقى يا ريت الحلقه دي تتكرر كتير وتطلعي كل ملف من دوت وتشرحيه بالتفصيل عشان تقدري توصلي المعلومه صح؟ ده اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه للماسونيين، اكيد انت عارفه موضوع العين الواحده. انت سامعه موضوع ايه؟ موضوع ايه تاني معلش؟ يا موضوع العين الواحده المرسومه على الدولار، اكيد يعني ليه الماسونيين اكيد انت حضرتك عارفه كويس يعني اكتر مني. سامعني ولا؟ ايوه. طب يعني ايه سؤال حضرتك؟ سؤالك ايه يا استاذ محمد؟ يعني عشان بس يعني انت وطي التلفزيون عندك عشان انت بتسمع نفسك بس، ما دي اشكاليه تانية يعني هي ناقصه. ايوه اتفضل بقى. طب انا ممكن ارد على الشكر؟ هو راح التليفون قطع يا جماعه، حتى هما ما بيردوش على. اتفضل. طيب هرد على الجزء الاول في السؤال اللي هو لازم تعرف حاجه، ان في كل مواضيع السيطره على قد ما التقنيات دي رهيبة، لكن في نقطة ان لو الانسان عارف بيها ووعي بيها لا يمكن ان تتعدى السيطرة 80%، وبالتالي 20% ممكن تحارب ال 80% لو انت عارف وليها. وعلى فكرة انا عايز اقول للناس حاجة دي برضو هنتكلم ان شاء الله عليها، بس عايز اقول سؤال. لا معلش بس هقول الحتة دي بس، ان كيفية انتقال الطاقة الدينية الشعائر الدينية للطاقة بتواجه الحاجات دي، ده سبحان الله. ما سؤالي يعني ما سؤالي انا هل التاثيرات بتاعت اي نانو بانو وكلام واخواتهم وكل اخوات نانو دولت هل التاثيرات بتاعتهم اقوى من 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 تاثيرات الشيطان لما بيركب على دماغ الانسان؟ بعتقد الشيطان حب اكتر لانه ده الشر كله وراي بصوره مركزه. يعني انا بتكلم في التاثيرات اللي بتيجي عن بعد اللي هي على المشاعر على التفكير على الحاجات دي كلها. طب اذا كان تاثير الشيطان، لو الواحد بقى هرجع تاني اللي زي ما حضرتك قلتي الوعي والايمان. لو انا النهارده انا عندي قناعه، انا النهارده عندي قناعه ايماني ان ربنا سبحانه وتعالى وايماني بالحاجات دي كلها، الله في سماء لما يعملوا 100 قمر صناعي، خدت بال حضرتك، وانا عندي القناعه دي وعندي الايمان ده كله، ما حد هيقدر عليا. يعني دي نقطه مهمه. معلش اسمح لي بس اتكلم في النقطه دي. يعني انا انا لو انا عندي قوه ايمان الشيطان مش هيقدر عليا. طيب بس انا عايز اتكلم في النقطه دي في حاجه مهمه. لازم نعرف حاجه، ان القرآن والشعائر الدينية لازم نفهم، يعني نرجع لحاجة احنا عارفينها بديهيا لكن ما بنتفكرش فيها. القرآن ده كان طاقة نور، طاقة نور قبل ما تبقى كلمات مقروءة. تفعيل الطاقة دي هو انت، تفعيل الطاقة دي هو انت، انت الجنريتور بتاع الطاقة دي، والطاقة دي لا محدودة، لا محدودة ولا شيء اقوى منها ابدا. ليه؟ ده لدرجة ان الطاقة دي بس تشترط ان انت الجنريتور بتاعها، انت قدره ايمانك قد ايه. اشتغلت بقى كويس بقى، ما بش قدره ايمانك قد ايه. ودي ممكن نفتح لها واوريكم ازاي ان حتى قراءه القران بتتحول ازاي لموجه مضاده الكتروماجنتيك بتطهرك من جوه وبتقاومك وبتقوي الهاله بتاعتك. دي ممكن نفرد لها حلقه. لا دي دي يا ريتك بقى عشان خاطر حاله الايه ما هو حد بعت لي بيقول الحلقه دي عملت احباط. استنيني بس استنيني. لا اصل لسه ما كملتش. ما هي دي اللي ناخدها، هي دي تبقى الحلقه الجايه. ايوه يعني هي دي تبقى الحلقه. عايزين نفتح ملف الفضاء قبل الفضاء، قبل ما نحبط الناس نوريهم ان احنا عندنا سلاح. ممكن يكون قريب. اوكي حاضر. لا يبقى حاضر اتعرف على السلاح اللي عندي. كفايه قوي ان احنا لا بس في نقطه برضو عايز اقولها لحضرتك، زي ما قلت في الاول انت الجنريتور. ما انا بتكلم اللي في ايدك خلاص. طيب ايوه بس لاحظ قولي بقى اللي انت عايزاه. انك قدرات الاشخاص مختلفه. طب ماشي ماشي، قدرات الاشخاص مختلفه. ذات ايه بقى؟ ان هو اصلا يعني زي ما احنا اتكلمنا واتكلمنا في تدمير الوعي، ان هو كسر لك الايمانياتك. يعني اوعى نفتكر ان احنا دلوقتي سوري معلش يعني المظاهر الدينيه اللي مره واحده كده يعني هبطت على مصر ان ده دين. ها هو كسر لك ايمانك الحقيقي. ربنا معلش بس هذكر وانا اتكلمت ما تقولي معلش ايه مشاكل اهو يعني بس حضرتك في يعني نتذكر سوا بدون يعني ما اقول الحديث بالكامل، لكن في مثلا حديث العبد الرباني اللي في كتاب مثلا المواقف والمخطبات للامام النفري، ان ربنا سبحانه وتعالى طبعا احنا عارفين ان كل ما العبد يتقرب لربنا ربنا بيقول له يعني شوف سبحان الله من رحمه الاله العظيم، على قد ما احنا لا شيء في الكون، وهنكتشف بعد كده ان احنا لا شيء في ملك ربنا، لا شيء لا نساوي هباء. لو الناس فاكره ان لما صليناش يعني ايه اللي احنا الحمدلله على الدنيا، لا يعني احنا لا نساوي هباء في ملك ربنا، وديها يعني هديكوا تصور ليها بعدين. بس النقطة ان ربنا سبحانه وتعالى يعني عظمة ربنا انه بيقول لك يا عبدي يعني ائتيني حبوا انا اتيك هرولة،
ده يعني انت لو تعرف قيمه دي، انت لو تعرف قيمه دي ده انت تخر في الارض، يعني لو تعرف قيمه الذات العليا والقدره المتناهيه، انك بكل قدرات الارض دي انت لا تساوي بمجرتنا، يعني مش كوكبنا والمنظومه اللي احنا عمالين نقول قدراتها التقنيه ومش قدراتها، بالمجره بتاعتنا اللي فيها 300 مليار نجم زي الشمس، الشمس كمان نجم متوسط فيهم، مجره بتاعتنا الملك واي سوري معلش بالبلدي، يعني دي مجره في الكون، دي مجره صغيره قد كده، يعني روحوا شوفوا قارنوها مثلا بمجره زي ماجستك سومبريرو، دي مجره عامله زي لعب العيال كده. الكون المنظور حاليا دلوقتي من خلال مثلا اخر تقدير لناسا يزيد على 1000 مليون مليار مليار مجره. احنا المجره بتاعتنا حاجه هبله، يعني احنا وجودنا في الكون ده هباء ولا حاجه، ولا لازم ولا لنا لازم ولا اصلا يعني ولا حاجه. وايه كمان ده كل اللي احنا بنتكلم عنه ده في السماء الدنيا، وايه كمان ان كمان السبع سماوات دول عباره عن حلقه بارض فلاه في عرش الرحمن، يعني مش كمان ملك الرحمن كله، ده عرش الرحمن بس، كل الهلومه دي كلها بالسبع سماوات عباره عن حلقه في ارض فلاه في عرش الرحمن. تتكلم في ايه؟ ومع ذلك هذا الاله العظيم الخالق بيكلمك انت يا بني ادم بيقول لك ائتيني حبوا اتيك هروله. ده انا لو اسمع، انا لو اعرف قيمه ده، ده انا يعني لولا انه حرام اضرب نفسي بالرصاص، يعني انا ما استاهلش ده. يعني انت اله العظيم وانت لا شيء في الكون. وكمان ايه لما نرجع اللي انا كنت بشاور عليه اللي هو الحديث بتاع العبد الرباني، ان العبد بيتقرب لربنا، بيتقرب لربنا لدرجه ان هو يصل لمرتبه العبد الرباني. الايمان يا جماعه والقوه الايمانيه ليس لها اي حدود. العبد الرباني ده ايه بقى كمان؟ ان ربنا بيديه من لدنه القدره اللي الكينونه الخاصه بتاعت ربنا ان يقول للشيء يكون فيكون. يعني العبد الرباني اللي وصل بدرجته بتدرج الايمان بتاعه مع انه حامل الأمانة التخيير، هو مش مصير وحامل أمانة التخيير، وقدر ان هو يقوي إيمانه لدرجة انه يوصل لدرجة العبد الرباني. ربنا بيديك كينونة الخاصة بيه أن يقول الشيء كن فيكون، لكن هو عارف أن عبده دوت لو خد كن فيكون مش هيستخدمها إلا في الخير بأمر ربنا، مش هيستخدمها في أي فتنة لأنه وصل للمرتبة دي. فتخيل بقى طاقة الإيمان اللا محدودة، واللي ممكن مثلا زي ما حضرتك قلت نفتح عليها موضوع إن إزاي إنك أنت الجنريتور بتاع الشعائر الدينيه اللي احنا بنأديها. في ناس بتيجي تقول هو ليه ربنا قال رتل القرآن ترتيلا، مش بس انصت له، ان حتى ترتيل القرآن بيستدعي الطاقه الكونيه، بتدخل في ذبذبات مضاده بتطهر جسمك، بتعادل الفاقد جواك، بتعادل الطاقه السلبيه اللي دخلت فيك. لكن انت الجنريتور، ارادتك ايمانك، ليه هنا بقى قوه الايمان؟ ليه قوه الاراده؟ قوه الاراده دي ممكن تفجر الدنيا، انت لو تعرف قيمتها، قيمة الإيمان ده، أنت ممكن تفجر الدنيا كلها. يبقى احنا متفقين دلوقتي عشان خاطر بس ان في الأول وفي الآخر ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما انت قلت كلمتين هما الوعي والإيمان، ان بهذا الإيمان وان بالإيمان ده ايا كانت الأضرار الموجودة مهما كانت السيطرة. بس في برضو قبل ما حضرتك تنقل في حاجة، ربنا قال لك اسعى وتعلم واعدوا لهم ما استطعتم، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. بقى دي ايه؟ مش مساله ان انت تعمل بقى خيل ودرجين درجين وبتاع، ما اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، انك انت مطالب ان انت المعرفه ديت تسعى تعرفها وتعمل لها تقنيات مضاده، تعمل لها حرب مضاده، انت مامور بكده. ما هي الوعي، انت مامور بقى ان انت تسعى. ما هو ما ده الوعي ده الكلام. انا بتكلم عشان احنا دلوقتي لا في وعي، خدت بال حضرتك، وعشان نبقى عارفين ان السلاح الباقي عندنا الايمان. يعني عشان خاطر دلوقتي احنا داخلين حرب بلاموتي كده، ما فيش في ايدينا حاجه، لا ما فيش وعي، ولا في حد بيدرس، ولا حد بيعمل، ولا دوله واخده بالها، وكل همنا دلوقتي ان احنا نعمل مظاهرات واعتصامات والكلام ده كله يعني خلاص احنا غرقانين في حته صغننه قد كده. ربنا ينجينا منه يا رب. الباب انا وانا بتكلم واحنا مش مسابين لوحدنا وعاملين يدونا على دماغنا، لا ده احنا معانا سلاح اللي هو الايمان بس. ده اللي انا عايز اقوله دلوقتي. هنشرح القوه الايمانيه قد ايه والكلام ده كله، تستطيع ان هي تعادل اعتى هذه الاسلحه اللي هم بيعملوها من على بعد ومن على قلب، لان انا بالتفكير البسيط ان دول مهما يعملوا مش هيبقوا اكتر من وسوسه الشيطان. الشيطان لا بس برضو، ما هو ده قاعده خلاص، دي ما فيش خلاف فيها. بس لكن انت مامور برضو، انت داخل على حرب عالميه ثالثه هيعاقبها الملحمة الكبرى. على فكرة حرب عالمية تالتة مش هي الملحمة الكبرى، مش هي أرمجدون، حرب عالمية تالتة قبل الأرمجدون. احنا فرحانين قوي كمسلمين ان احنا نقول ايه اسرائيل هتدمر في اخر الحرب العالمية تالتة، ماشي. اسرائيل على فكرة ها متنورين، وده مذكور في مخطط المتنورين، المتنورين بيستخدموا اسرائيل مش هي العدو الحقيقي، وهيضحوا بيها في نهاية الحرب العالمية تالتة، هم هيضحوا بيها
اوكي، لان هم عايزين الهيكل الثالث عشان احلال لوسيفر، وبدل بدل احلال الرب، وعايزين ان هو يكون مقر الحكم بتاع النظام العالمي الجديد. انا عايز اقول الايمان طبعا زي ما احنا اتكلمنا فيه، لكن ليس معنى هذا ان انا اقعد يعني ربنا زي ما قال لك اسعى في الدنيا، خذ بالاسباب. انا لما بقول لك يعني مش مطلوب منك برضو، انت مطلوب تحافظ على صلاتك وايمانك وتقوي ايمانك، لكن اكبر ايمان هو العمل الصالح. يا ستي انا ما قلتش حاجه، ما دام يعني قصدي يعني مش هتقعد بس ان تقول طب انا هقعد في بيتنا، هو مش الايمان ان انا اقرا قران، ما اقصدش ده يعني، انما العمل هو بالظبط. هو ربنا لو احنا ما صليناش هتفتكر هنأذي ربنا؟ واحنا اصلا احنا مش باينين في اي حاجه يعني. صلي ده احنا بنصلي علشان خاطر نتعامل كويس مع بعض. لا ده الصلاه دي عشان هو شرع الصلاه ليك انت، ما البني ادم عشان يعني فعلا يعني كل الخلق اللي انما صلينا ولا ما صليناش ما تفرقش يعني. فاحنا الحلقه الجايه بقى هناخدها في هذا الجزء اللي هو الدفاع، في جزء الدفاع. طيب اذا اذنتني يعني هيبقى في جزء الدفاع. الحاله الثانيه ان الدكتور قلت لي الدكتور انا كاتب اسمه راح فين، الدكتور منير الحسيني، منير الحسيني علشان خاطر برضه هنحاول نتصل بيه عشان نشوف كمتريل. دكتوره طبعا موضوع الشعاع الازرق ان شاء الله نفرد له مساحه بعد ما نعمل الوقايه بس اللي. يعني هو يبقى الموضوع الثالث، يعني هو الحلقه اللي بعديها ان شاء الله. لا يعني احنا مش هناخد الحاجات كلها اللي ضدنا، ناخد حاجه بتاعتنا. طالما بقى هنتكلم يعني مثلا في القوه الايمانيه، نفتح موضوع مثلا الطاقه.